السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل انتقال حارس المنتخب الجزائر إلى شباب بوليزداد. ياريت إخواتي تشرفوني باللايك والاشتراك فضلا وليس أمر. حسم نادي شباب بوليزداد صفقة حارس المنتخب الجزائري مبلحي لضمه إلى صفوف خلال فترات الانتقال خلال فترات الانتقالات الصيفية الحالية، إذ سيخوض الحارس المخضرم أول تجربة له بالدوري الجزائري للمحترفين بعد أن قضي مسيرته الكروية بين دوريات أوروبا وأمريكا وآسيا والسعودية. وكشفت مصادر مقربة من إدارة الشباب لوينوين تفاصيل، طبعا هذا موقع معروف جدا، تفاصيل صفقة مبلحي، إذ أكدت أن حارس المرمى البالغ من عمر 37 عاما وقع عقدا إلكترونيا مع الشباب لموسمين، مضيفة أنه سيتقاضى نحو 600 مليون سنتيم جزائري شهريا، حوالي 30 ألف يورو. وأضافت نفس المصادر أن مبلحي سيحل بالجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع عقود انتقاله إلى الشباب بطل الدوري الجزائري في آخر 4 مواسم، ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام، وأوضحت أنه سيباشر تدريبات رفقة زملائه بعد ذلك. وكان مبلحي الذي انهى مسيرته مع نادي القادسية السعودي في الموسم الماضي قد تردد كثيراً في قبول عروض من الدوري الجزائري والتي جاءته من مولودية الجزائر وشباب بوليزداد، وكان يترقب عروضا من الدوريات العربية قبل أن يقبل عرض الشباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.